الزول ده اتربى مع حبوبته وجدوه اي، وبعدين حبوبته مسكينه مره روشتين اسمها روش يعني ما تركتين، والراجل الكبير اصم ابنه طرش، لكن مسجمين يقوم من الفجر صلوا صلاته ومشوا عليه شاي واللي خدمته لاخر الليل ما في موضوع بيشتركوا فيه، لكن لسانه ده ما بيسكت طوال يتكلموا أموره ماشية طوال السنين كلها، لكن حاجة بيتلاقوا فيها ما في. فأحكي لنا يوم من الصاحب بدأت قال لي شنو؟ قال لي شنو؟ هي تقعد تصفر وهو يبكي والولد تبدأ ودى الحزة شو ودى الحزة ماك من اللي أتيحي لو طيحوا إله الله يما دوري قال الحية الخزراء طاح ولا ضطيح هو شهر البغضاء ما خسرات وانت كل امتى خسر صدح فيها اني شو الجزة وانت الجزة ولا كما سقع بالطبول الزجاج المي ملي شقه والله شهر المضى 15 ريال حكر يمزو يبيعهم بهدني المشي يلعفر الكفا قريشاتهم كسرت علينا ما نقدر عليه النهل حش من الحوض الله فوق الهدي حتى تحش منه مبيوع سجمت الحوض بس ايوه شرع الحوض بس يا مولين ما حدا قدم لك عسير القش قدم لك كلمة من وين المنجل مسؤول في اللي وقت سال الجدوى المنجل قال لك فضل فوجي الله يكون له من اخوة زول الطريق اللي لما هو فيه الحلبي من يوم المشهد مشى على السكتنقاسي تاني ما جانا شيء أبا عارف نسيري شنوب الحمارة كثيرة وارتاب يكسر رقمتها هي حمارة كثيرة من طلقة من يوم البارح ما جاءت لها يوم الليل أبدا اللي ما يكون متعشي متوخر كل كل لقمة منه الله بزعل على اللقمة اللي قلتها البارح إنها في عيشة بزعل من أي وليس هل بخلت لي لقمة الحقة فاضي تنباك ما فيها زي تنباك ما فيها كله راح وبالطريقة دي